كسفير لمؤسسة ساتو للأيتام والأطفال المحرومين التي تترأسها الشيخة الشيخة التاني، أنا سعيد جدا وللشرف الكبير. النسخة الثالثة إن شاء الله بحول الله ستحتضنها مدينة تزنيت في إقليم تزنيت بالمملكة المغربية. والهدف الأول والسامي لمؤسسة ساتوك وهو رسم ورسخ البسمة في وجوه الأيتام، وهذه ليس لها ثمن. وأنا متأكد إن شاء الله بحول الله النسخة الثالثة هنا في المملكة المغربية وبالضبط في مدينة تزنيت ستكون رائعة ومتميزة وتأخذ إقبال كبير في جميع أنحاء العالم إن شاء الله.